الصراحة كده يعني المنظومة الجديدة للتموين هل هي في صالح المواطن؟ اللي هو التحديد بتاع سيادة الوزير. اولا سيادة الوزير بحب اشكره، هو راجل سياسي محنك وفاهم وخبرة قديمة طبعا في المجال من سنوات عديدة يعني. وموضوع التحديد، بس قبل ما حضرتك اتكلم بس هنوه، بس حضرتك بدلت سعر السكر من الزيت. السكر 8 والزيت 12. السكر 8 والزيت 12 والزيت ال 12 حضرتك تمام. بس عكسيهم تمام، معلش معلش، لا مفيش حاجه. تمام كده، اتفضلي فرد. تمام. هو الفكره كلها في التحديد شيء جميل جدا. ليه؟ عشان ما يحصلش خلاف ما بين المواطن والتاجر. ده الاساس في الموضوع كله، لكن ما يتفرضش حاجه يعني يبقى اختياري، وده اللي كان حصل من فتره. وبعدين سياده الوزير اتكلم فيه اخر يعني حاجه. يعني ايه اختياري يا فندم؟ اختياري يعني انا ما ارغمش المواطن على انه ياخد حاجه اجبره عليها، اكونش هو له رغبه فيها. زي حضرتك قلت الرز مثلا، سلعه الارز بالذات. المفروض دلوقتي ان المواطنين بقى لهم 3 شهور ما بياخدوش الرز. تمام. لانهم بيقولوا انه الرز الهندي. تمام. طب طيب بياخدوا ايه بداله؟ ما بياخدوش، في حين ان التاجر كان ملزم او مجبر انه ياخده. مش ياخده بس، مش زي مش زي النظام الجديد اللي حضرتك اتكلمت عنه مع سياده الوزير دلوقتي. قبل كده كان بياخد جزء على اساس ال 21، ولما مثلا متوسط اربع افراد او خمسه ب 105 او 84 بياخد كيس سكر وزاز زيت ب 20، هيتوفر دايما الجنيه. يعني 5 جنيه ياخد ايه؟ كان بيضطر يديك عدس وفول وصلصه وخاصه. لكن دلوقتي سكه السلع دلوقتي التحديد دوت شيء جميل. بس المشكله ان ما زالت المكنه بتاعه صرف التاجر عليها حشو من السلع، يعني عليها سلع كتير جدا. طب ما تتشال دي كلها ملهاش لازمه، وخليني سكر وزيت رز زي ما حضرتك بتقول، او حدد سكر وزيت بس، او على حسب ما المواطن يعوز. يعني ما تخليش المكنه عليها حشو جامد من السلع، حتى التاجر نفسه بيحتار يضرب ايه. طيب حضرتك نفسك بتقولي دلوقتي ايه؟ طب انت هتدي للمواطن ايه بقيه السلع؟ أيوة بقيه الدعم بتاعه. المواطنين بقى لهم 3 شهور ده من يعني اللي جانا على صفحات البرنامج، وكل يوم بيجي لنا الاسئله دي، ان في الرز اللي موجود دلوقتي عند البدالين التموينيين او عند البقالات مركون رز هندي. تمام ماشي. الرز الهندي ده هم ما بيصرفوش او هم مش عايزينه. طيب المنظومه الجديده بتاعه التموين اللي الوزير التموين طلعها، اللي هو كيلو الرز كيلو السكر كيلو 800 جرام زيت. تمام. المواطن هياخد ايه مكان الرز؟ هل في حاجه ثانيه ولا هتترحل الفلوس دي للشهر القادم؟ تمام تمام. لا مفيش، اولا مفيش فلوس بتترحل للشهر التالي. بدليل ان حضرتك بتروح لو بدليل حضرتك لو ما دخلتيش البطاقه في اثناء الشهر، الكلام ده سالتني حضرتك قبل الحلقه، اللي كانت الورق البطاقه الورقيه الاول كنت ممكن الشهر يترحل، لكن دلوقتي ما ينفعش ترحل لان جهاز المكنه بيقفل اخر يوم في الشهر، السيستم قفل، ما ينفعش ارحل البطاقه بعدين. بالتالي لو اتوفر عندي برضو مبلغ من الدعم في التموين في السلع التموينيه ما بعرفش افهم من كده انها مش في صالح المواطن. طبعا. الاساسي في حاجه بقى، لا في صالح المواطن لو انا حددت له حاجه بيرغب فيها زي السكر والزيت اساسي. السكر والزيت ده شيء اساسي. هيبقى باقي له فلوس يا فندم. هي دي بقى النقطه اللي بتكلم عنها. السكر السكر حضرتك قلت لي بكام؟ ب 8 جنيه. 8 جنيه، الزيت؟ الزيت ب 12 جنيه. طيب هو كده باقي له كام؟ جنيه. باقي له جنيه. وبالتالي طبعا كل ما تضاعف عدد الافراد هيزيد الفرق. هتدي له ايه بقى؟ مفيش حاجه على على المكنه تنضرب. طب انا مضطر ادي له سلعه من عندي، انا اصبحت مخالف لو اديته حاجه من المحل من عندي. من المحل اللي هو الخاص. لا يجوز. اللي هو الخاص من كتر الخبز ما ينفعش اديله. ولذلك يا ريت السلعتين يبقوا محددين على قد الدعم. نقطة الرز بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنها، أنا الفرد دلوقتي لما أديله كيس سكر وكيس أرز وكيس زيت وإزازة زيت اللي هي العبوة مش لت اللي هي 800 جرام 8.10 من اللتر، قاطعين 26.5. هو الدعم زي ما حضرتك قلت للمواطن 21. طب هل ممكن يحصل إن في تلاعب بقى ما بين البدالين وما بين المواطن اللي هو مستحق الدعم، اللي هو زي ما بيقولوا بالشعبي يضربوها أمريكاني، ويبقى في تلاعب ما بينهم وبين بعضهم؟ تيجي إزاي؟ هو دلوقتي حضرتك بتقولي ده هيدفع 5.5. افرض انا المواطن النهارده من يوم المنظومه الجديده ما اتعملت ما عادش بيروح ياخد فلوس معاه، ما بياخدش عشان يدفع. ادفعه ازاي 5 افراد في 5.5 ب 7.5؟ ولو دفعته مثلا هامش ربح البطاقه دخل في 30 جنيه ولا عدى 30 جنيه ادفعهم له ازاي؟ في قرار تاني استثنى للقرار، بيقول لي طب خد من نقاط الخبز، اخد من نقاط الخبز ازاي؟ ده هو موفر نقاط الخبز للدوله عشان ياخد سلع حره هو عاوزها، ما تجبروش انه ياخد الرز. فقرار اللي سيادة الوزير هو دلوقتي لو هو يعني لو الحكومة أو الدولة وفرت نقط من نقاط الخبز والمواطن اشترى بيها سلع تانية، دي هتوفر على الدولة، لأن الدولة يعني الرغيف الواحد الدولة بتتحك يعني بتدفع فيه 60 قرش. تمام. أو بتدعمه ب 60 قرش. تمام. في حين إن هو لما بيوفره للدولة وياخد بداله السلع البديلة بتاعته من نقاط الخبز من عند التاجر بدال التمويني بياخد بيتحاسب على 10 قروش بس. معنى كده إن المنظومة مش في صالح المواطن. ما هو ده الكلام يعني، ده الكلام الواقعي دلوقتي اللي انا فهمته من حضرتك. لا ما اقصدش النقطه دي، انا بتكلم على حضرتك ان هو كده كده بيوفر للدوله ما بين ال 60 قرش اللي حضرتك اتكلمت عنه وبين 10 قرش اللي بياخدهم بس على رغيف الخبز. لكن لو انت اجبرتني ان انا اخد سلع انا غير راغب فيها،
انا كمواطن مش كتاجر مش هضطر ان انا اوفر العيش. طب استاذ مصطفى دلوقتي الثلاث شهور اللي فاتوا في رز هندي مع عند البدالين التموينين وهو ده وركناها عندنا في المخازن ده اللي رجعتوها تاني للوزارة. ما ترجعش يعني السلعة ما ترجعش المخزن تاني كده انتوا اتدبستوا فيها بالعربي كده اتدبسنا فيه. حلوا ايه او مصروا ايه لو بعد كده اخدته خلاص الموضوع كده على حد كده تمام. انا بعد كده لو الزمت او اجبرت ان انا اخد الرز هيبقى مصيره ايه؟ طب هي الناس ليه معترضه على الرز الهندي؟ هو حضرتك السبب؟ هو غير مرغوب فيه عموما من الشعب المصري. واي ست صراحة بيت انت دقته اكيد. انت سالتيني قبل الحلقه السبب بقى ماله؟ هي المدام اضطرت تعمله عشان اكله عشان اعرف انه من غير مرغوب ده عايزه تعذبك. ايوه كان ايه عيوبه بقى؟ انا عايزه افهم ايه الفرق ما بينه وبين الرز البلدي بتاعنا العادي. اولا ماديا او اقتصاديا بيستهلك سمنه او زيت او بيستهلك الماده اللي بتطبخها بيستهلك كتير. سواء زيت ذره او سمنه بلدي او بيستهلك كتير. بيطلع ناشف برضه ما بيطلعش زي الرز البلدي بتاعنا طعمه غير الطعم التاني اطلاقا. بس اوعى يكون ده الرز الصيني اللي لا الصيني عليه ده حاجه تانية. هو بيتعمل الصيني من ده كان لا الصيني ده كان حاجه قصه تانية. لا يكون من نفس لا لا لا, لا ده شيء وده شيء. لا الهندي غير الصيني. يعني الناس المواطنين بيعترضوا عليه. بس احنا بطبيعتنا كشعب مصري اتعودنا على الرز بتاعنا البلدي اللي هو اللي احنا سواء رفيع الحبه او عريض الحبه اتعودنا على الرز ده. يعني اعتراض ست البيت او اعتراض الناس اللي عايزه التموين وفي التكلفه الطعم والتكلفه تمام. طيب. في حاجه تانية بقى حضرتك. طب انا ما خلوش الزامي على كل المحافظات. يعني عندنا احنا مثلا في وجه بحري القاهره قصدي الدقهليه او غربيه او شرقيه او دمياط او منوفيه ده ممكن في كله بيزرع رز معظمه. طب الصعيد وجه قبلي معظمه ما بيزرعش رز. ما تخليه اختياري الوزير خلاه اختياري بس الشركات بقى الشركه القابضه حضرتك الشركه القابضه دي عباره عن شركتين. الشركه العامه اللي هي في وجه بحري والشركه القابضه اللي هي القاهره وخط الصعيد كله وجه قبل كله. الشركه المصريه لما سياده الوزير قال اتكلم من اول القاهره لحد اسوان اعتقد ان الكلام ده على المصريه بس. الشركه العامه اللي هي عندنا بيقول له لا الرز هتتاجر هياخده اجباري. طب انا هاخده اجباري ازاي وانا ازاي المواطن عندي له حريه الاختيار ان هو ياخده اختياري. لازم يكون فيه وقفه في النقطه دي. لازم. طب الصراحه كده المنظومه دي المفروض ان هي علشان نجاحها يتوفر 70 مليون كيلو 70 مليون كيس رز 70 مليون كيس سكر 70 مليون ازازه زيت 800 جرام 800 مللي. طب هل الدوله هتوفر ده؟ المفروض ان هي هتوفر. طب لو ما وفرتش ايه الحل؟